اهلا بحضراتكم مره تانية، واخر فقرتنا النهارده في المحترف جزء التكتيك. كنا بنتكلم مع منير غنام طبعا محلل الكره العالميه على منتخبنا الاولمبي وازاي وصل للمباراه النهائيه امام المنتخب المغربي، وطبعا قبل كده وصوله للاولمبياد باريس 2024. منير، قلت لي المباراه النهائيه امام المنتخب المغربي كانت مباراه كبيره بالنسبه لاداء المنتخب المصري جدا. رغم النقص العددي، عايزك توضح للسادة المشاهدين ليه هذه المباراة كانت من أفضل مباريات المنتخب في هذه البطولة. لما نيجي نتكلم عن النهائي لازم نتكلم عن ماتشين، ماتش قبل الطرد وماتش بعد الطرد. قبل الطرد كان مصر بتلعب بشكل معين، بعد الطرد للأسف بتلعب بشكل تاني. الطرد بعد ربع ساعة كان صعب على منتخب مصر، لما نشوف أول صورة. طيب ده كان شكل منتخب مصر قبل الطرد، ده في أول ماتش خالص، كنا بنلعب اللي احنا بنسميه ميد بريس، في ثلاث أنواع من الدفاع، الهاي بريس بنضغط من فوق، لو بلوك نرجع في مكاننا، وميد بريس انها بنضغط من نص الملعب. ميد بريس ده كان ليه تريجرز معينه، يعني اوقات معينه بنضغط فيه ضغط عالي جدا. كان امتى؟ لما نروح على الجناب. كانت الخطه ان احنا نضغط، وكان اسامه فيصل بالذات دوره كبير جدا في الضغط العالي. اسامه فيصل كان بيعمل ضغط عالي. ضغط عالي جدا، وكان في رايي اهم لعيب. والفكره احنا نوصل لابراهيم عادل، وابراهيم عادل نضغط وناخد الكوره ونبتدي من عنده، لانه لعيب مميز طبعا وعنده خصائص مميزه. فدي كانت الفكره في الاول، نلعب زي ما قلنا 4 5 1. واهم لعيب زي ما احنا شايفين هو ثلاثه بتوع نص الملعب اللي احنا عاطين عليهم هايلايت، بالذات اللي جنب ابراهيم عادل ان ده محمود صابر. محمود صابر طبعا كان ليه ادوار دفاعيه بشكل كويس وبوزيشن، او حتى على مستوى التقدم كرقم 8، وكان بيقفل المساحه دي بالزبط. فكان مدي ابراهيم عادل الفرصه انه يضغط على الجناب ويبقى ليه ادوار هجوميه اكتر. حلو، ده بتتكلم على الجزء اللي قبل الطرد بالظبط. ممكن نشوف الصوره اللي بعديها. طب نروح للصوره اللي بعديها لو امكن. ده شكل الضغط على ابراهيم عادل اهو، ده التريجر زي ما قلنا، فوجهنا الكوره ناحيه الجنب وابراهيم عادل بيضغط ياخد الكوره. فدي قصه مصر قبل الطرد. يعني الجزئيه دي قبل الطرد، قبل الطرد محمود صابر. نلعب 4 5 1، منتخب المغرب مش عارف يطلع بالكوره، قافلين على الجناب كويس، دي اسلحه مهمه جدا للمغرب. وده كان الضغط العكسي او الكاونتر بريسنج اللي كنا بنعمل منه هجمات كتير. حتى شفنا هجمه في اول 5 دقائق. فده كان شكلنا قبل الطرد. هو طبعا الصوره اللي قدامنا قد ايه ان هو كان ابراهيم عادل بيقوم بادوار عمليه الضغط، وانت بتتكلم على يعني الضغط ما كانش متقدم، هو ضغط في وسط الملعب. كان اسامه فيصل بيضع السرد باكين، واول الكوره او بنوجه الكوره لاي جهه خاصه ناحيه اليمين كان ابراهيم عادل هو اللي بيقوم عمليه الضغط. تمام، فده كان الكاونتر بريسنج وشكلنا في الفيز الدفاعي. حلو، اللي حصل ان في الدقيقه 15 محمود صبر اتطرد زي ما قلنا. محمود صبر كان جنب ابراهيم عادل بالظبط. ده عمل ايه بقى؟ ده ساب مساحه كبيره جدا في منتصف الملعب. اولا، ثانيا ساب مساحه كبيره جدا ابراهيم عادل يضغط فيها، ما كانش عارف يجاريها. فلو ممكن نشوف الصوره اللي بعديها. نشوف الصوره اللي بعديها. في المركز ده الكره دي كره خطر، الكره دي بالذات لو كان محمود صبر موجود كان هيوقفها، ان ده المركز اللي هو كان فيه. الصوره اللي بعديها دي حالات مختلفه. دي طبعا دي الصوره اللي بعديها طبعا عمليه الضغط ما زالت مستمره، ضغط جيد مستمر. بس ده الليفت باك بتاع مصر في مركز مرتفع جدا. ليه؟ ما فيش حد يغطي مكانه هنا، لان دي كانت كره ابتدت مع مصر وما لحقناش نرجع في مركزنا. في حاجه اسمها طبعا الريس ديفنس، ده معناه احنا بندافع واحنا بنهاجم. ما كانش في لعيب في المركز ده يقدر يقفل على الكوره، فاضطر هو يطلع. نقدر نشوف الصوره اللي بعديها، هنشوف ده ادى ازاي لهجمه خطر جدا منتخب المغرب، وفتح مساحه كبيره للعيبه المغرب تتحرك بين الست باكات بتاعت مصر. فدي كانت مشكله واجهناها في الناحيه دي. لو نشوف بقى الهدف بتاع المغرب. طب نروح وازاي ده اعتقد يعني دي كانت مساحه لعب قدر المنتخب المغربي يستغلها بعد الطرد كبيره جدا. طيب عندك جزئيه الهدف اللي الهدف جديد. الصوره اللي بعديها معلش. الصوره اللي بعد دي طيب الهدف ابتدى ازاي؟ ابتدى على الناحيه الشمال، وكان في عمليه الشيفتنج من منتخب مصر. اي حد بيلعب كوره عارف ان انت دلوقتي في نص الملعب لو في شيفتنج، حتى لو انت الوينج واخر واحد، لان في شيفت تبقى بلوك واحد. تمام، عمليه الترحيل بتتكلم. طيب. عن عمليه الترحيل. فالكره بتاعت ناحيه الشمال وعملوا سويتش الملعب للناحيه بتاعت اليمين. دي مساحه كبيره جدا، لو شايفين ابراهيم عادل بيجري فيها مساحه كبيره جدا. أوكي. انه يضغط فيها عشان الناس تفهم. بس الكره كانت ناحيه الشمال، عملوا طبعا تحويل، فعمليه التحول وابراهيم عادل بيلحق طبعا المسافه اللي يضغط فيها على الباك اليمين. لو محمود صابر كان في المركز ده كان هيغطي نص ملعب، ابراهيم عادل كان هيبقى ابعد شويه. مزبوط. مع اللعيب المغربي وكان هيقفل المساحه دي. اوكي، ودي مشكله منتخب مصر واجهتها، ان كان في مساحه كبيره جدا ابراهيم عادل بيضغط فيها، مش عارف يضغط المساحه دي كلها لوحده. وكان عمليه الشيفتنج، حتى ابراهيم عادل في الشيفتنج دخل جوه قوي منتصف الملعب عشان يقفل المساحه دي. يقفل المساحات. فانت بتتكلم على مساحه كبيره اشتغل فيها ابراهيم عادل بشكل كبير، بس كانت صعبه عليه. وجون ابتدى من هنا. جون بدا من هنا. جون طبعا جه من غلطه
باصه بالغلط، مش دي الفكره، بس كان في خطوره كبيره جدا لمنتخب المغرب. اتعاملنا مع ده ازاي بقى؟ انا في رايي حتى لو خسرنا اتعاملنا مع ده بشكل كويس. رجعنا بشكل ال 4-4-1، رجعنا بقى للو بلوك زي ما قلنا، في ثلاث انواع من الدفاع، الهاي بريس نضغط من فوق، ميد بريس في نص ملعب، واللو بلوك في نص ملعبنا. رجعنا للو بلوك عشان نحافظ على المساحات دي زي ما قلنا عليها، وادينا مساحه اكتر لابراهيم عادل زي ما احنا حاطين هنا انه يروح في المرتدات. فابراهيم عادل ما كانش بيرجع يدافع كتير زي الاول، فما كانش محتاج يستنفذ كل طاقته في الفيز الدفاعي، وكان مدينا مفتاح من مفاتيح الهجمه المرتده اللي ممكن نلعب بيها. صحيح. فدي كانت الافكار اللي منتخب مصر استخدمتها. صحيح. كان في سوء توفيق برضو زي ما قلنا، كان في افكار هجوميه كافيه، اعتمدنا على الكور الطويله بشكل كبير، بس ده كان قصه الشوط الجزء الثاني من الماتش. طرد محمود صابر خلى ابراهيم عادل يضطر ينزل في نص الملعب، وخلق مساحه كبيره جدا لمنتخب المغرب بيقدر يستغلها. الحقيقه منير يعني تحليل اكتر من رائع، ويمكن ناس كتير ما شافتش الجزئيه ديت، لكن طبعا بنشكرك شكرا جزيلا. دايما بتنورنا وبتشرفنا. شكرا جزيلا. دي طبعا الشكر متواصل لحضراتكم. كانت نهايه حلقتنا النهارده في المحترف، ان شاء الله الجمعه اللي جايه لقاء جديد وحلقه جديده من المحترف.